بعد أن عمر طويلاً على رأس وزارة سيتردد مراراً وتكراراً على أبواب محاكمها، وبعد أن كان يعطي أوامر لقضاتها ورؤساء محاكمها، هل خطر يوماً لطي بلوح وزير العدل السابق الذي احتكر حقيبة هذه الوزارة لمدة 6 سنوات كاملة أنه سيقف اليوم بين أيدي من استوزرهم لسنين عدة؟ حافظ الأختام السابق يمنع اليوم من السفر خارج الوطن رسمياً، وبختم من الأختام التي كان مؤمناً عليها يوماً، وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار حول اعتقاله من قبل المصالح الأمنية أثناء محاولته الهروب من الجزائر نحو المغرب بطريقة غير شرعية، الأخبار التي فندتها مواقع إخبارية أفريل الفارط ونسبتها لرجل الأعمال المعتقل علي حداد كخطوة انتقامية منه بعد أن علم أن طيب لوح كان قد حضر ملفاً ثقيلاً ضده يدينه ويثبت تورطه في قضايا فساد، الملف الذي لم يرى النور يوماً على يد من قيل أنه حضره. منع لوح من السفر جاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بتاريخ 23 من جويلية الجاري، والذي جاء فيه كذلك تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضده بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد. فتح تحقيق ضد وزير أو حتى اعتقاله ليس بالجديد المثير في ظل كل الأحداث الراهنة، غير أن المثير هو اسم الوزارة التي كان يتقلدها. أما المريب فهو درجة تغلغل الفساد في جسد السلطة والتي صارت تعكسه وقائع هذه المحاكمات. لنشهد اليوم فعلاً انقلاب السحر على الساحر بعد أن تصيد اليوم القانون الجزائري أحد أكبر أباطرته.